حاكوا 8 شهور وكذا لكن للأسف اللي شايف أنا الآن أنهم بيحاولوا يا جماعة مجموعة معينة تخرب ليبيا. فأنا بطبيعتي بصراحة أنا رسالة للشعب الليبي أنهم يصبروا شوية بس، والله الخير واجد، صدقني الخير واجد. أكيد. يصبروا، يصبروا على حكاية المؤتمر الوطني، يصبروا على رئيس الوزراء علي زيدان، يعني حاول الآن يديروا شيء معين. فرسالتي الله يعمر بيتكم يا شعب يا ليبي، عليكم بالصبر، لأني أنا بنفسي محروق من جوا، والله محروق من جوا. أصبر شوية، فكونوا من انفجارات، فكونوا ما الدول يديروا فيها هذه جنة تخربوا ليبيا، نبنوا ليبيا الحديثة، ليبيا نحن خيرنا واجد. اسمحني معلش أستاذ. شكرا شكرا، بارك الله فيك استاذنا، ونتمنوا لك اكيد صيام مبارك، وان شاء الله يا ربي تهني البلاد ونتريحوا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، في الختام تقبلوا تحيه فريق العمل، وانا احمد المقروس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.